الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. شهر رمضان كان فرصة لينا، شهر رمضان ده كان سباق الكل يتسابق فيه إلى فعل الخير وإلى الفوز برضوان الله عز وجل. في هذا السباق وفي نهاية هذا الأمر من فاز ومن خسر. من فاز فنهنئه بفوزه وبطاعته وبمغفرة الله عز وجل له، ومن خسر فنعزيه ونحزن عليه ويحزن هو على نفسه بتفريطه وتقصيره في شهر رمضان. في نهاية شهر رمضان حاسب نفسك واعرف نفسك في شهر رمضان انت مع اي الفريقين. انت مع الفريق اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه ولله عتقاء من النار في شهر رمضان وذلك كل ليلة، ولا من الفريق اللي النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه وقال رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش. في نهاية شهر رمضان زي ما قلنا حاسب نفسك، انت قصرت في رمضان ولا اديت العبادة حقها؟ انت صمت فعلا في شهر رمضان زي ما النبي صلى الله عليه وسلم امرك بالصيام وكان على هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصمت حق الصيام عن الطعام والشراب وسائر المفطرات وسائر الامور المحرمة، واغتنمت كل لحظة في شهر رمضان ان تفوز برضوان الله عز وجل، ولا قصرت في شهر رمضان وضيعت هذه الفرصة العظيمة من بين يديك حتى الصيام نفسه لم تصمه كما يفعل بعض الناس؟ انت مع ده ولا مع ده؟ وعلى كل حال لو شهر رمضان ضاع منك وحاسس انك قصرت في شهر رمضان وحاسس انك حرمت نفسك من اجر عظيم في شهر رمضان، امامك فرص اخرى ومواسم اخرى كثيرة للطاعات ونفحات من الله عز وجل تتوالى بعضها بعد بعض. يعني اغتنم كل موسم يأتيك واغتنم كل لحظة تأتيك. ومن هذه المواسم شهر شوال، النبي صلى الله عليه وسلم شرع فيه صيام 6 أيام تكمل بها النقص والخلل الذي أصابك في صيامك في شهر رمضان، فاغتنم هذه الأيام وتب إلى الله عز وجل واستغفر الله سبحانه وتعالى من أي تقصير أصابك في صيامك في شهر رمضان، وادعو الله عز وجل أن يتقبل منك عملك وأن يكتبك عنده من المقبولين ومن عتقائه من النار في شهر رمضان. اللهم آمين. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيد علينا شهر رمضان بكل خير وفرح وبركة وسعادة. اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.